تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. نيجير فان بارزاني يؤكد ضرورة استمرار الحوار مع بغداد على أساس الدستور. وسامان بارزانشي يؤكد عدم تسجيل أي حالة وفاة بمرض الكوليرا في إقليم كردستان. ومحتجزون أمريكيون يغادرون إيران بموجب اتفاق لتبادل سجناء وإطلاق أموال مجمدة. وفي ليبيا جثث لا تزال تطفو على شاطئ درنا بعد أسبوع من إعصار دانيال. وأوكرانيا تعلن إحراز تقدم في هجومها المضاد على القوات الروسية.